فلن تجد له وليا مرشدا. نقول
وسطي في حبك وكرمك احمد حبيبك هونا لا فرج ناصر.
شوية ماشي وشمال شوية ماشي، بس ما تروحليش بقى ناحية تانية وتقول لي ما تكونش ما بتشتغلش وما بتكدبش، ما تكونش بعيد عن الروحانيات طول السنة وتيجي في رمضان بس الإيمانيات العالية طول السنة بعيد عن الإيمانيات خالص وعن الروحانيات، هو بس اليومين دول هتقف فيهم تاخد جرعة إيمانية وتكبر دماغك من المساجد والقرآن طول السنة، أنت وصلت حتى في عبادتك؟ يعني بقيت السنة